السلام على رسول الله. وبعد، سورة الكوثر. الكوثر مادتها من الكثرة، أي الشيء الكثير. ولذا فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكوثر: إنه الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل له: إنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكوثر نهر في الجنة ماؤه أبيض من اللبن وأشهى من العسل، عدد آنيته كعدد نجوم السماء. الحديث. فقال: النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الكوثر أنه قال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. فكيف ساغ لعبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل أن يجنح إلى القول بأن الكوثر هو الخير الكثير الذي آتاه الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس جنح إلى التفسير بالعموم، وقوله ليس بمتناف مع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إثارة مهمة، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقصد أحيانا بإطلاق لفظ معين على شيء عام، يقصد بيان عظيم هذا الشيء أو عظم هذا الشيء، ولا يقصد به الاستحواذ. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. ولكن ثم قائل يقول: الحج الإهلال من الميقات، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفات، والمبيت بمنى وبمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الوداع، إلى غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لا يعني به أن الذي يقف بعرفة فقط يكون قد حج، إنما يعني أعظم شيء في الحج وأجل شيء في الحج، والذي لم يأت به لم يأت بالحج هو الوقوف بعرفات.